ويا مرحبا بأعز وأغلى متتابعين الماجئين دائما على قناتكم باب تي في. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. رانا اليوم الأربعاء وجينا أنا والفريق ديالي رحمة مازالها مريضة، ربي يشافيها إن شاء الله. نتمنى أنكم تدعوا لها بالشفاء وتعاود تولي مع الفريق. غزالة مساء الخير. مساء الأنوار نسيمة. بونسوار تو الموند. سامي مساء الورد والياسمين. اليوم راك اون فورم. صافا ما كليتش ما كليتش الطون. خطيت دورتها بولي هذه المره. سي تري تري بيان. الوغ ليكيب سون ترو داردي، ماني راح ندير لا شادي ما دي لا والو. نبداو برحيمه واش رايك؟ نو موفيز ريبونس، نبداو بغزاله يلا. اوبس. بونجور تو الموند، اليوم راح نهضر لكم ولا راح نحكي لكم بلوتو كيما موالفه دائما نجيب دي سوجي هكا اللي يكونوا عندهم غولاسيون مع واش كان صاري من قبل ما نكزيستيو حنايا بيان سور. اليوم راح نهضر لكم على لا شوسور ا تالون. سا فوز انتيريس نورمالمون؟ بيان سور. وي سا انتيريس تو الموند باسكو موا سا مانتيريسي. موا سا مانتيريس بزاف باسكو انا هكا شويه قصيره ويساعدوني لي تالون. ولا غير على بالك لي تالون كي داروا لي زيتود في لو موند اون اونتيي، لي تالون راهم بلوس ملبوسين من عند المراه اللي عندها قامتها طويله اكثر من المراه اللي قامتها قصيره. داكو حبي يقول زحمتونا في كلش، يا الطوالات ديجا عندكم الطول الله يبارك. وي يا الطوالات عندكم الطول وزدتوا حتى لي تالون. سا تانتيريس لي تالون؟ L'histoire. Okay. Tu vois, donc là j'ai essayé de jibit min koul chouya 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 bach nkounou ma narati voyage hatta lhaqna li talon. Exactement, bach ma narati hatta siècle, parce que je vais parler des siècles. Ana d'après wach lqit arft belli la chaussure à talon bdat ou darjet bzaf f le 17e siècle. Très bien. Ça fait très longtemps. Qdima quand même. Qdima bzaf. Une montre qdima. Men ande les Perses. Ah, les Iraniens. Exactement. Bled Fers, les Ken ou les cavaliers, ils trouvent que la chaussure à talons est très pratique bach yitalou sur leur cheval. Ça veut dire qu'elle avait une utilité avant d'être esthétique. C'était plus utile, exactement. C'était d'abord utile bach on bad dakhlat fi l'esthétique. On bad dakhlat fi l'esthétique. On bad dakhlat fi l'esthétique. ما كانش عنده المعلومه ديال نو على بها عجبني الحال حاجه نفرح نسمع حاجه ما نعرفها المجتمع تاعنا نجيب لك المعلومات اللي ما تعرفهمش. ميرسي غزاله. من بعد امبرسيون بعد ما طلعوا في سور لي شيفو ديالهم طلعوا في لي شيفو تاعهم لي بيرس لي كافالي بيرس هما اللي كانوا بزاف يلبسوهم ماشي كاع عامه الناس يافي كو لي كافالي عند لي بيرس في لي 17 سيكل ابري لوي 14 قال لك تيان تيان كيفاش لي بيرس يلبسوا لي شوسيغ اتالون انا ما نلبسهمش ما كاش منها ما كاش منها ايا ديسيدا لوي 14 هو تاني يلبس لا شوسيغ اتالون دو 8 سنتيمتر اللي انا ما نقدرش نلبسها في حياتي اليوميه حاليا مالوغوزمون كنت كي كنت على ديداني نلبس وي كنت نلعب فوت un talon aiguille à 13 cm, grosse fouche, il y a un cheval très très bien. Ah non, là, Nigeria, oui, je le vois, il y a pas de talon. C'était pas, je sais pas pourquoi, c'était quoi le délire, aucune idée, mais écoute, je vais le dire. C'est la sargelle. من تروحي شكيت الكرسي هذا بزاف نحس لا انت اللي راكي تزغ دي ماشي اكسيتي عجبني السوجي راهي فرحانه دونك قلت لكم وقيل هذا هو الصباط اللي تحكي عليه اللي صار هذا هو الصباط غزاله اللي جبتيونا في التاور الله الله واش بيه صباط ولا غير هادو هما كانوا دايرين فيغور على ليبوك على ليبوك على ليبوك سيتي تري توندونس شكون اللي كان عنده هاد الصباط تري بيان غير من لي كالكا والقاع والباع الله يبارك الله يبارك دونك هذه هي سيتي لا شوسور بريفيري تاع لوي 14 كان يلبسها بزاف بصح شنو لو تالون جو سي با اذا هذا فيه 8 سنتيمتر او او موان او يبان لي موان اي جو نسي با مي لوي 14 il adorait la chaussure à talon de 8 سنتيمتر وكان يلبسها بزاف دايوغ تيلمون كان يلبسها بزاف كو كانت ا ليبوك في فرنسا يقولوا باللي هذه سي ان سيني تاع الكسل D'accord. Donc, il faut le fenien, exactement. Louis XIV a été le fenien, par rapport à la chaussure qu'il a mis, parce que ce n'était pas possible ni de marcher, ni de faire des activités avec. Ou il a fait un peu de temps.
D'accord. Voilà. J'espère qu'il y a une petite tâche. Je ne sais pas qu'il y a une petite tâche qui fait qu'il y a à l'époque, mais bon, c'était comme ça. C'est bon, c'est fait. Au fil qarn 18, ما حبيتش نتعمق بزاف كيما درت لكم في القرن 19 في 17 بليتو في القرن 18 كانت لا شوسور اتالون اداه للتعذيب صدق او لا تصدق داكوغ اي كومون سا كومون سا جو سي با كومون جو مي سوي با ترو ابروفوندي ولا انتريسي باش نعرف كيفاش يعذبوا ما نحبش نعرف وين كاين العنف تجبد روحها نجبد روحي جو مون با سي جوست كو جي في شفتي كاين واحد لي تالون لي ايتي تالمون او que ما يتحط والو في في لو سول غير لا بوينت تاع لو بي اي لو تالون يكون عالي تسمى الكعب تاع لا بيرسون كريستيان لو بوتان لو كرياتور لو ديسان لو ديسان il avait fait un dessin qui a qui a la boutique تاعو une boutique musée oui. on avait retrouvé cette chaussure là هذه هي لا شوسور اللي كانوا يديروا بها j'ai pas trouvé un bon modèle في انترنت pour vous ramener parce que ما كنتش حابه ندخل كاع في التعذيب خلينا طالون عفسه مليح نحبوها تبين لنا شابين زدنا ليليغونس اي تو اكزاكتومون دونك ما نهضروش على التعذيب مي بون il faut juste mentionner que في 18e siècle كانت اداه للتعذيب عند الرجال والنساء وكانوا النساء كان هضروا في هذيك في هذا لو سيكل 18e siècle وقالوا لهم حنايا موالفين اذا كنتوا حابين تعذبونا بلي شوسور ا تالون حنايا اون اي بريت نلبسوا هاد لي شوسور ا تالون باسكو اصلا رانا معذبين بلو كورسي سي بان بيردو وي Oui, parce que quand le malade depuis très longtemps, quand avec le corset les zéro autour de la taille, quand elle a 42, elle a 34. Du coup, elle souffrait déjà. Et il faut savoir que c'est redevenu à la mode. Quand vous avez des gens qui ont la taille 34, ou qui ont la taille 34, qui a la magie du corset qui redevient à la mode. Et c'est bien, non? Oui, oui. C'est une bonne chose. C'est en fait, d'ailleurs, on a la dernière fois. Les tendances de crème et Audi Willow. Peut-être, mais c'est de la même façon. Ce n'est pas le même corset qu'on a déjà vu. Voilà, c'est juste plus moderne. Ou bien sûr, Dairin Hala. Donc, j'espère que tu as la mode. Tu as la torture des chaussures à talons. Je ne pense pas. Je n'ai pas envie. Au 19e siècle, peut-être la chaussure, tu as eu les tendances. في اواخر القرن ماشي اواخر اواسط القرن 19 عاودت ولات لا شوسور ا تالون تري 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 توندونس وكانت ملبوسه من طرف النساء تري بيان سورتو باسكو كانوا من الاول غير الرجال ومن بعد قالك النساء وير مينيت حاجه كيفاش ولات لينا هاد العفسه اللي فيها تالون اللي اسمها لا شوسور ال نوز ابارتيان ا نو ومن بعد نقول لكم علاش النساء elles ont préféré ça parce que c'est mai 68 a tout changé la mentalité de la femme a changé mais les بدات elles se révoltent وتحوس على حقوقها وحكايات واحده اخرى دوك نوريها لكم دونك حبينا باك نعرفوا باللي في الثاني في التسعينات اللي بداو يديروا دي شوسور على لا ميم سوميل يخدموا دي شوسور بلا ميم سوميل اللي تكون منها لو تالون هي لا ميم سوميل اللي تكمل لا شوسور Alors qu'avant, Kano, c'était une... Deux parties différentes. C'était deux parties, D'accord. exactement. C'est toujours la même matière, qui est le cuir. Kano, tout le cuir. D'accord. Et c'était pas confortable. Et c'était lourd. Parce que c'était, j'imagine, des couches de cuir. Ou d'ailleurs, had la façon dont le cuir, les Kano, les chaussures à talons à l'époque, ou la façon millefeuille. Ah, voilà. C'est ma millefeuille, je sais pas. Millefeuille cuir. Exactement. Donc, في التسعينات عاودنا شفنا كيما رانا نشوفوا دايوغ لي موديل تاع لي زونسيان موديل تاع لي نو هادو قبل التسعينات فوالا سي لا فام كونت الا كومونسي دايوغ ا ميتر لي شوسور ا تالون دايوغ لو ستيل تاع لا شوسور ا تالون سيتي بلوتو لا شوسور روند وكانوا يلبسوهم بيان سور غير لي اريستوكرات بيان سور سي نورمال لا بورجوازي لي اريستوكرات هما اللي كانوا يلبسوا وهذا لو موديل اللي رانا نشوفوا فيه دركا هذا الاورانج سي لو موديل تيبي تاع لا شوسور ا تالون دي زاني 90 دايور مامون elle avait le même le noir le deuxième voilà هذايا ما كاع لي مامون je pense que toutes nos mamans avaient une chaussure comme ça subhanallah oui je m'en rappelle d'ailleurs نقول هذا علاش ماما ما خبتيناش صبابتك mais bon c'est pas grave ما نديروش مشاكل دوكا en live l'émission. Donc, elle dit, il y a la chaussure. Sinon, il y a maintenant les ranaïchines, donc il y a la chaussure à talons où elle a mi-être ou mi-être le modélette. Maintenant, on a les marques, les rahom, elles poussent plus que des champignons. Je suis en Europe, les États-Unis, l'Afrique aussi, des chaussures très spéciales. Mais aussi, donc, il y a plusieurs tendances. Il y a toujours les modèles très simples et les mules à talons qui reviennent à la mode. Les kunabikrins, c'est mohom, sabots.
sabots, oui. C'était les sabots à l'époque. Nos mamans, quand ils les mêmes mules d'ailleurs, les rames très tendance, on a un chauffe au fait homme d'oka. Donc, ils sont les mules à talent, on a des rinhala, ou je ne vois pas le shape. Shape, qu'est-ce que c'est le shape? Le modèle, voilà, le modèle, tu as la chaussure à talon, l'air est super tendance, il y a les fihad fire. Ah oui, tu as le chanteur Richa. Exact, tu as le Richa. Le talon. C'est le talon plateforme compensé, tu as le féminine. Et le Richa aussi. Exactement, tu as le Richa aussi. Il y a ou là où tu as très très tendance, بعد ما اختار هم ولا ابتكر هم ولا اللي بدهم le premier. لا هذا سي سي لو موديل لا 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 ماشي هذا بوبلي عندهم اون سيمال ماشي دي طالون شغل مخطومين بالحطب بالخيشه شويه هكا هذوك تصيفي ماشي هادو ثاني هادوما اكزاكتومون لي شوسيغ كومبونسي اللي عاودوا ولاو هيبر توندونس انا بيرسونيلمون ما نحبهمش يعني شاكان سي وي اون بليس دو سا انت طويله اي الله يبارك عليك جينيرالمون لي طوال لو موديل هذا ما يخرجش عليهم باسكو جينيرالمون تلقى اون بيرسون غروند دو تاي تلقاها فين Et la semelle, elle est trop mastoc pour une jambe fine. Moi, Andir Julia, très fine, c'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Mashallah, khmous ala bintna. La ykhlik. Donc voilà, il y a la tendance chaussures ou un tout petit peu de l'histoire qui fâche hta oulaw les chaussures très très à la mode à talon ou mahbouchi moutou. Et tu vas à Italie, le malma, bien sûr, ça c'est clair d'ailleurs. D'ailleurs, l'ahdia el jamila ou el rafia. Donc, on a un point, les qu'on a dit, علاش المرأة a décidé de porter les talons من 1968 كي بداو يحوسوا على l'égalité entre la femme la révolution féminine exactement et l'homme قال لك نو صبروا دقيقة عندنا un moyen باش نقدروا نخزروا في l'homme de le même niveau mettons nos talons les filles وهاي نقابلوا الرجال ونقولوا لهم باللي نقدروا نوقفوا كيف كيف et c'était pour eux هذا هو le signe يكونوا au même niveau la en égalité مع الراجل Okay. Pour elle, à l'époque, c'était ça. C'était ouais. Pour elle, c'était peut-être une question de physique. C'est très, très loin d'être une question de physique. Exact, de taille plutôt. Voilà. Oui, ça a tout à voir là-dedans. Mais bon, merci pour tout. C'était court et bon, j'imagine. C'était très bon. Merci, Rosala. Toujours d'Aïman Flamand et tout. Je remercie la petite cabane pour cette magnifique robe. Vous avez un code promo de 10%. Fais le mahal taha, la petite cabane. Lirana Hanchoupou, la page taha Instagram. Et allez, comme tu rejoins à la boutique, fais Bourdj El Kifan, fais Lido, ou Troulou, Mag In, ou Tnak. C'est comme 10%. Voilà, c'était la surprise de l'Italie. Mleha. Tu peux t'attendre à acheter la madame ou la acheter le والدة et tout من عندها et tu قولها ماك ان. بصح انت تشوف. اذا ما تشوف لها التصوير. اذا انت غادي تعاونا. نخليها للمشاهدين خير. بور لو مومون ما كاينش لي زام ميستير مي كاين لي زونفون باغ كونت انتم عندكم اطفال كذلك تبيع بور لي زونفون et pour les femmes, les hommes بالعقل. ما تقلقوش. المرة الجاية نجيب لكم حاجة سبيسيالمون لكم. اللي يخدموا في ماك ان ان شاء الله راح يكونوا عندهم جوائز في الايام المقبله كي يقعدوا عاقلين سورتو كي يقعدوا عاقلين عم يطالبوا بحقوقهم في الدنيا نسمع alors sans trop tarder la team تاع باب تي في تاع ماك ان on passe à l'actualité des aides كنا شفنا ملعب برقي قريب يكمل كما رانا نشوفوا في الصور ارضيه الميدان وفق المقاييس العالميه اول مره عندنا ملعب بمعنى الكلمه مدرجات تتسع إلى 40,000 متفرج ربع غرف تغيير بمساحة 260 متر l'équivalent تاع appartement ça fait plaisir de voir que le stade قريب يوجد إن شاء الله ما تجي تروح كورونا راح نشوفوا فيه أول مقابلة إن شاء الله كريستيانو نشوفوه يلعب هنايا في الجزائر في الملعب ديالنا ولا حتى بنزيما يكون هو من حيث حمستي ما راح يكون حمستي مع بنزيما كريستيانو أنا نشجع الجزائريين توا أنا اللي نجحوا سواء داخل أو خارج الوطن كريستيانو الجزائري بلي دول جلالي يا أخي قالوا علاش قولوا بزيد هنا يا تيم على بالكش برك نني عند على بنزيما عبالك بتشربوا بزاف كريستيانو راح يكونوا غادي يعيطوا له سي با غراف كنا شفنا انه اللادات تاع فتح المساجد والمطاعم والمقاهي والمساحات الترفيهيه راح تكون بور لو 15 اوت ان شاء الله حتكون تدريجيه بيان سور اي بيان سور لازم الكمامات اي ليسي مسافه الامان وانتم روحوا بالعقل ما تهيجوش
رب العقل اللي حاب يخرج العام طويل. كانت هذه هي لاكتواليتي دي زاد دوكا سون ترو تاردي نشوفوا وشنو هو اللي عجب تسامي اليوم. يا درا الوغ نسيم اليوم سوجي شويه تريست مي لازم نتعلموا منه. راح نهضروا نعاودوا نهضروا على واش صرا في لبنان الانفجار اكزاكتومون ونفهموا واش اللي ادى لهذه الفاجعه ولا هذه الكارثه بصح من الناحيه العلميه. très important باش نفهموا. سي سا كنا تسالنا وتسالوا عامه الناس وحتى اللبنانيين على واش صرا اكزاكتومون. مازالوا ما يسقسوا حتى الان وكاين بزاف كلام منا ومنا حنا باش نوضحوا شويه نعطوا صوره تاع فريمون واش صرا. الوغ حتى الان على بالنا بلي سي لي نيتر دامونيوم هما اللي داروا ليكسبلوزيون الضخمه هذيك اللي شفناها لو دوزيام لا دوزيام اكسبلوزيون فوالا اللي شفناها لا بول دو فو اللي كانت. وشنو هما لي نيتر دامونيوم؟ هما خليط بين الامونياك والاسيد نيتريك اللي يعطونا هذه لي نيتر دامونيوم. وهي ماده اللي عندها اون كولور بلونش وتشبه شويه للملح في لوتوشي تاعها ما في الشكل تاعها ويستعملوها بزاف الفلاحين لانها تري افيكاس سورتو عند الخضر في الخضر باسكو تعطي لي زازوت بطريقه سريعه. هي نفس الماده اللي يستعملوها باش يخدموا القنابل كذلك يستعملوها في القنابل مي وميلونج مع لا تي ان تي مع لا تي ان تي مع لا تي ان تي ويستعملوها بزاف في لي مين تلقاهم في لي كارير تلقاهم ميم باش بور ديتروير لي باتيمون اونسيان اي فيتوست باش ينحوهم يستعملوا هذه الماده. واليوم عرفنا وشفنا كيفاش كانت 2750 طن تاع لي نيتر دامونيوم محطوطين في البورت تاع بيروت وكيفاش شفنا تاني البعض هضروا وقالوا بلي باسكو كانوا عندهم بزاف هما محطوطين في البورت كو صاروا من 2014 عندها 6 سنوات مي هي ما عندها حتى علاقه وهذا شيء خطا لانه لي زيكسبير اون شيمي قالوا بلي هذه الماده ما تنفجرش وحدها بطريقه عفويه هكذايا كاين زوج حاجات اللي يقدروا يديكلونش ليكسبلوزيون تاع لا ماتيغ هذه. اولا كانوا عوامل هما اللي اداو الماده هذه كون تخليها 20 سنه ما يصرى لها والو فان ديبو وتحطيها في مكان ما يصرى لها والو ما تنفجرش وحدها. كاين زوج حاجات اللي يقدروا يديكلونش ليكسبلوزيون دو لا ماتيغ هذه. شنو هما هاد العوامل؟ اولا الحراره كبيره اللي دو ان فو يعني قيسها النار وثالثا بلوتو ثانيا سي اون اكسبلوزيون. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. C'est la première. Donc nous allons la voir. Et comme nous avons vu les vidéos, il y a un infijar awel. La première explosion. Avant l'infijar de la deuxième, on peut supposer que, imma l'infijar awel, il y a une fumée de la matière. D'accord. Ou illa l'explosion elle-même de la première, هي اللي لا دو قاست ولا لو سوفلي تو لا بويسونس قاست لا ماتيير و لا كري ليكسبلوزيون ال ميم داكو سكي امبورطون. كاين احتمالين ما كاينش 50 داكو ما كاينش 50 احتمال كاين زوج او بيان النار والحراره الكبيره تاعها او بيان اون اكسبلوزيون اللي تكون فيها ولا قدامها سكي امبورطون. والكميه كانت تلمون كبيره صح اللي هي 2750 طن سي با ريان دارت حيط تاع هواء تاع تاريح اللي سموه ستانسوف ونعاودوا نهضروا على لو سوف كيفاش يسكريتو واللي ادت الى هذاك لا غازي لا موتيي تاع لو بور تاع بيروت مش غير لا مش غير لو بور ولا لا فيل 20 كيلومتر فير لا فيل لو سوف هذاك اللي الحق فريمون لا ديتروي بوكو دو باتيمون سي لا بريسيون لا بريسيون مزيان كان نصو في البحر وي كان كامل مزيان سيما هنا ولا غير tu as mis le point sur le doigt sur un point important quand imagine quand كانت في وسط المدينه كنا نعرف ديجا في لي كان قال لك المد لو كان بيروت قاعد كنت محيط imagine كانت في الوسط في وسط المدينه اوغوزمون يافي اون بارتي تاع لا مير اللي لا ابسوربي كامل راحت اون انرجي من الكوتي اللي ما كان فيه حتى انسان هذاك هذاك الاندفاع هذاك راح في الماء فوالا ونديروا حصه باش نهضروا على لو سوفل ونفهموهم كيفاش يسكري ان سوفل تاع اون اكسبلوزيون وهو اللي اخطر حاجه في الاكسبلوزيون المام سو ني با لو فو. نهضروا لكم ثاني على حاجه ونعطوكم امثله اللي صاروا من قبل باسكو هذا لي لاكسيدون تاع بيروت سو ني با لا بروميير ومالوروزمون ولو كان ما ياخذوش بلدان ياخذوش احنا كذلك في الحيطه بالحذر تقدر تكون تتعاود. نهضروا على 1921 في المانيا اللي كانت 400 طن على اكسبلوزي وخلات حتى 500 موتى مور في فرنسا في 1947 سي جو مو رابيل بيان فرنسا صرات دو فوا يعطيك الصحه في لو بور دو بريست اللي كانت باخره انفجرت
اللي كانت فيها حموله، وثانيا في 2003 في تكساس هذيك في الماريكان. فرنسا تاني دوزيام فوا في 2003 في تولوز. تولوز تولوز اللي شفنا ماشي انا نذكرها نشفى لها كي صارت وين ماتوا à peu près 31 personnes. C'est vrai. Voilà, où dert scandale كبير. حتى تكساس سيتي ان كانت باخيره فرنسيه اللي راه حطت باش تحط في تكساس ومن بعدك صار مشكل. صار مشكل. تكساس في 2013 هذيك صارت. فوالا. وثاني تلقاو بلوزيغ اتونتا تيغوريست اللي استعملوا هذه الماده. نفس الماده. باسكو هذه الماده رخيصه، فاسيل داكسي وعندها دمار كبير. سي بور سا نقولوا دائما احنا في الاخر باللي لازم قواعد جد صارمه بور لو ستوكاج تاع مثل هذه المواد. وكيما قلتي نسيمه كون ما نديروش ما ناخذوش با اتونسيون قدرات تعاود وان شاء الله ما نعاودوش كاع نشوفوا مثل هذه المظاهر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تزيد تصرى في حتى بلاد، وان شاء الله ان شاء الله نلقاوهم دائما بخير وعلى خير ويعاودوا يبنوا بلادهم من دار وجديد ويولوا احسن من اللي كانوا. ونشكروا الجزائر باسكو عاونتهم ثاني تا نشكروا الجزائر اللي باتت في المطارات عاونتهم. سي نورمال هذه هي لا سوليداريتي بين الدول. بيان سور بيان سور. شكرا سامي على هذه المعلومات القيمة. نروح نشوفوا لاكتواليتي دي ريزو سوسيو. اتصلت بنا طالبة حجوج نرجس ونروح نشوفوا لا فيديو باش نعرفوا شكون هي حجوج نرجس وعلاش حبت تتصل بنا وعلاش حبت تكون معنا في الماك ان بهذا لا فيديو. السلام عليكم، معكم حجوج نرجس طالبة في مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة وعضو في نادي التسويق بالمدرسة العليا للتجارة. نادي التسويق تأسس في عام 2014 من طرف طلبة اختصاص التسويق. هدفنا الرئيسي هو توجيه الطالب من العالم الأكاديمي الكلاسيكي إلى عالم الاحتراف، وذلك عبر تنظيم ورشات وملتقيات في شتى المجالات. ولهذا ندعوكم لمتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك كلوب ماركتينغ وعبر صفحتنا على انستغرام كلوب ماركتينغ .esc. كانت هذه حجوج نرجس اللي عندهم جمعيه ويديروا دي زيفينمون كولتوريل اي اون ماركتينغ ديجيتال كذلك. راح نخلي لكم اوسي الصفحه انستغرام ديالها في الحصص المقبله راح تكون معنا وتحكي لنا على الفريق وتاعها وعلى كل المبادرات اللي راهم يديروا فيهم. كانت هذه هي لاكتواليتي دي ريزو سوسيو. كان هذا هو الماك ان لنهار الاربعاء. نشكرك غزاله على المعلومات الجميله وعلى جمال روحك، ونشكرك سامي على النشاط والاجتهاد ديالك. وانتم اعزائنا المشاهدين نشكركم بزاف. خلونا بكومونتير اقتراحاتكم، بيان سور النقد ديالكم بصح يكون بناء، اي بارتاجي اي ماكس لا فيديو ديالنا والقناه تاعنا باب TV. Prenez bien soin de vous. Nous nous retrouvons le jour de la semaine. Inch'Allah. Salam.